أسر ضحايا 11 سبتمبر الحق في طلب تعويضات من المملكة العربية السعودية. والله شوف، أنا في تخيلي أنا ده لعبة سياسية كبيرة جدا. التحليل الشخصي لما تيجي تقول دولة زي السعودية، بلد الأمن والأمان للمسلمين، بلد اللي أنزل فيها يعني الوحي على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة المسلمين كلهم هناك، وتيجي تتهم بدولة بالكامل عشان غلطة شخص، ده غير مقبول. حتى ولو ان اللي عمل ده شخص، ما انتوا عارفين وانتوا اللي عاملينه. لكن لما تيجي بقى تقول بقى، ما هو انت برضو من لما تيجي تحلل كل المعلومات ورا بعض وتيجي تقول ده هم كده عاوزين يخلوا اي حد يقدم اي بلاغ عشان يحجز على الارصدة بتاعتهم، وراحوا على طول الارقام اشتغلت ان عندهم 750 مليار موجودين هناك اصول ليهم، وان اجمالي الطلبيات اللي ممكن تيجي عن طريق القضايا اللي يطلبوها اهل الضحايا توصل ل 3.5 تريليون دولار. لما تمسك الرقمين دول وتحللهم تعرف مفهوم اللعبه السياسيه فيها على طول. ده عاوز يركع دوله وعاوز ياخد كل مخدراتها وثرواتها وبترولها مدى الحياه بقى. ما انت بتتكلم على 3 تريليون، 3.5 تريليون. يعني ده يتعملوا في قد ايه دول؟ واخد بالك؟ صعب. فانت كده بتوقف تنميه في بلد وبتستولي بتصادر اموالها وبتحافظ على حقوقها وبتاخد مخدراتها ومخدرات شعبها. في مخطط. ده مخطط. ده اللي بنرفضه بقى. احنا ضد الجريمه، واللي عمل كده لابد ان يحاسب، بس الجريمه شخصيه مش دوليه. نعم. ما تعاقبش دوله وشعب عشان واحد، خصوصا الدوله دي معرضه للارهاب ايضا، وهي طول ياما عندها حصل عمليات ارهابيه وتفجيرات وحروب من الشمال ومن الجنوب وقاعده بتعاني. هو ده كله ارهاب، امال ده ايه؟ استاذ محمد، اعود بك الى الوضع الداخلي في مصر. الناس في مصر